بظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا وألقت بظلالها الثقيلة على جميع القطاعات، يستعد مسيحيو الأردن بالاحتفال بأعياد الميلاد بمشهد مختلف كلياً عن الأعياد السابقة والتي باتت متواضعة إلى حد كبير. يعني لا شك كورونا هي أثرت بآثار سلبية على القطاعات بشكل عام، لكن أجواء العيد مثل ما أنت شايف موجودة، وفرحة الناس بهالأطفال رايحين جايين موجودة، لكن ما في تجمعات، الناس ماخذ احتياطاتها خايفة. يعني حتى حركة الـ 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 الأطفال بطلنا نقدر نطلعهم برا، إحنا عرفت علي بسبب الجائحة، والاحتفالات خفت بشكل عام. الاحتفالات التي كانت تعد مصدر رزق للعديد من المحال والجمعيات الأهلية والتعاونية باتت هي الأخرى تعاني من تداعيات الجائحة قبيل موعد الأعياد. سنة يعني كان كثير مختلف، احنا سنويا عندنا بازارات بالفحيص، بس السنة اختلف كل شيء، يعني حتى يعني صاحبات ما بيجوا ما بيروحوا، كل قاعد ببيته، وهذا هو الصح، يعني انا مش ضده، بس احنا كجمعيات خيرية شغلنا كله وقف، لا حضناتنا لا اولادنا لا إن نشاطات. كان عندنا اكثر من مبادرة بجائحة كورونا، وقدرنا نعمل اكثر من مبادرة مشان نوعي الناس ونسوي الكمامات، بس للاسف جائحة كورونا جبرتنا انه ما نعمل اشياء كثير هاي السنة بمناسبة الاعياد الميلادية. مثلا نحن كان عندنا بازار سنوي كل سنة ما قدرنا نعمله للأسف بسبب الجائحة، كان عندنا لفة سانتا هاي السنة احنا عملناها، بس زي ما انت شايف هون انه احنا ما بناخذ الهدايا عشان الأطفال والصحة وماخذين جميع الاحتياطات. إجراءات السلامة العامة والتباعد الجسدي كانت حاضرة ولم تغب خلال تنظيم الفعاليات والاحتفالات المحدودة أصلا، فتم نشر العديد من المنشورات التوعوية والإرشادية المتعلقة بإجراءات السلامة العامة من أجل اتباعها في أثناء وجود المواطنين في الأماكن العامة خلال فترة الأعياد. مظاهر الاحتفالات بأعياد الميلاد غابت هذا العام بسبب جائحة كورونا، عام اختلف بكل تفاصيله عن الأعوام السابقة، فكانت إجراءات السلامة العامة هي السمة الأبرز في كل الأماكن. من مدينة الفحيص زيد خليفات، المملكة.